إذن الخبر الأول الساعة، خلينا نمشي الساعة البارحة مقداد. زميلتنا شهرزاد عكاشة قررت النيابة العمومية وكيل الجمهورية بأريانا الاحتفاظ بها. اليوم وقع تحريرها طالما أن الأمر مخالف مرسوم يوم 15. مرأة تكتب على وسائل التواصل الاجتماعي مرسوم يوم 15 يحكم فيها، مش تحكم فيها مجال الاتصالات. وكذلك وقع إطلاق سراح عماد دغيش الذي أوقف وسجن ظهري منذ 14 جانفي. عماد دغيج أنهى محكوميته. نعم. ونهنئه بهذا الصراح، وهذا العبرة، هذه العبرة اللي ناخذوها أنه لحالده أول شيء، واثنين بأنه في الأخر نحكو على الناس على مواقفهم. نعم. التصويرة هذه. نعم. نعم. نقعدوا مع موضوع شهرزاد. 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 نعم. واضح جدا أن الانقلاب في ارتباك شديد. واضح جدا أن أول شيء الرسالة الأولى أن الانقلاب في ارتباك. نعم. أن ماكينة الانقلاب معطبة، أنها لا تسير في اتجاه واحد. وهو باش نعطيك من الطرافة. نعم. السادة المشاهدين يتبعوا التصويرة هذه باش نعطيها لهم. نعم. أن الانقلاب لا يسير في اتجاه واحد، أو يسير ولا يسير. يعني اتحاد الشغل قال الحوار لم يبدأ، الحوار انطلق، قال لم ينطلق. انطلق. وشكون الآخر؟ والزكراوي. الزكراوي اللي كان زعما من اللول باش يقول لنا حاشا أن يكون هذا عبد، هذا ملك كريم على سي قيس سعيد. نعم. سي الزكراوي اليوم قال الحوار لم ينطلق. نعم. بينما من الشيرة الأخرى عميد المحامين يطل سي بودربالة من الشباك سيد العميد. نعم. يلقى الحوار انطلق. ايه؟ يعني أنا تصويرة سخيفة ومضحكة جدا، وكأنه قطار في زوزروس، قطار جماعة من تالي يتلفتوا يلقاو باقونة واقفة، فهم صادقين قالوا الحوار لم ينطلق، الطرف القدامي انطلق وبالتالي قالوا انطلق، يعني الراس تفكك. يعني الانقلاب عزين. الانقلاب التصويرة حسب هذا الوصف المشهدي الانقلاب متفكك ومرتبك. والسادة القضاة الحمد لله، تونس لن تكون مصر. تونس وقضاء تونس لن يكون قضاء مصر، بدليل أن الانقلاب لم ينجح، لأن هناك قوى رافضة وتطبق في القانون في القضاء، وقوى رافضة موجودة في البوليس وقاعدة تطبق في القانون وفي عدة دوائر. نعم. أخرى، لذلك الماكينة معطلة. الخبر الثاني، سيدة وزيرة الطاقة تعليقا على الزيادة في المحروقات على التونسيين إحكام استعمال السيارات الخاص بوزير الطاقة، ونصحت التوانسة، العائلة التوانسة ماذا بيكم امشوا في السيارة واحدة، وكأن العائلة التونسية عندها 5 سيارات من عاداتها. مساكين هؤلاء، يعني هما كارهم يعوضوا السيارة بالمركبة الفضائية، لأن هؤلاء يعيشون في فضاءات أخرى. نعم. وين تعمل المجلس النواب الشعب، ما تعمل في الفضاء، تعمل في الفضاء، هذوما يحكوا على واقع آخر. نعم. ومساكين ما همش فاهمين الواقع ذا. ولعلها من الحاجات المضحكات المبكيات، امرأة من نعم. كندا، مدام زهرة، تبعث لي تصاور هي وزوجها على السميد والفارينة، يا حكومة الهانة، يا رقود الجبانة، يا انتم يا مدام بودن، يا تعبة، يا اللي تسخفي، يا حالتك حليلة، يا اللي مسكينك، كيف جيء بك، شنو دعوة الشر اللي وراك، اللي جيتي في الموقف المذل المهين، لا جملة ولا كلمة ولا حضور ولا رأي. نعم. صنفوها حسب الإحصائيات نتاع الخضروني وكذا. لا، إحصائيات الخضروني أنها من أكثر الشخصيات فاعلة. فاعلة. فاعلة ممكن الصبات كي تمشي، الصبات هي ذاك فاعلة من حيث هذا المبنى، تظهر واثقة وثابتة. أما الكلام تاع مدام ما شاء الله، ما شاء الله، مدام مسكينها كأنها تلميذة في روضة مرتبكة جديدة تحب تقود دولة. المرأة من كندا بعثت لي تصاور السميد والفارينة متوفرين، اللي يحب يشريهم يمشي لكندا، في الكباك موجودين كميات كبيرة، وقاعدة توصل شحنات الآن. تخش. أنا الصور وصلتني اليوم، قاعدة توصل الصور
هذه الفارينة متاعنا وهذه السميد متاعنا قلها مرأو الموضوع متاع السيارات هذه والكو اسمه حاجة هكا عندها تسمية هذه المشاركة والمقاسمة متاع سيارة متاع 4-5 من الناس قل مذو مرأي متاع الدول الأخرى نشوفكم خليكم في المرميتة وإن شاء الله تلقاو شوية سميد لشعبكم قبل ما يخرج عليكم بالحجاب. ها والخبر الثاني خلينا في شعبنا فعلا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الصلاة المشوية لازمة في رمضان مش مع عاداتنا. كيفاش؟ والله تفاجأتني بهذه العناوين. صلاة المشوية صلاة المشوية مش مع عاداتنا. وزيت الزيتون زاد قالوا كذلك زيت الزيتون مش مع عاداتنا. عاداتنا شاذلي وجماعي. عاداتنا هي عاداتنا واضحة في رمضان لكن لنا الأمل كل الأمل بعيدا عن الرجم واللعن المستقبل لنا عن المستقبل سنكون إن شاء الله ضمائر موجودة ومثل ما هذه القناة تكابل وهي موجودة وقاعدة تبلغ في صوتها بحول الله عز وجل ولهنا نحب نبشرك حتى تكون واثق مما تعمل وزملائك في الرجي وخارجه في أماكن أخرى في قنوات ربما مشابهة نعم. يكونوا واثقين مما يعملون ادخلوا على تعليقات التوانسة اللي يتفرجوا نعم. في الموبقات هم فاسدون ربما في الذوق لكن في العمق العمق الطبيعة تأبى الفراغ هم سيقوا إلى هناك لأنهم لا يجدوا المنتج المحترم والبديل. وبالتالي نحب نقول لك باش تثق أكثر فيما تقدمه وما نقدمه سواء على فيسبوك أو عبر هذا المنبر هو أن أقرأ التعليقات سترى المزاج العام بأنه يرفض هؤلاء ويعتبرهم مشبهون في حتى شيء نعم الخبر الموالي سي مقداد هو في الحقيقة قديم نوعا ما لكن من حقنا أن نستفسر أين آلت تلك القضايا؟ نفق تحت مقر إقامة السفير الفرنسي وهذا تعليق وزارة الداخلية وين الأخبار هذه سي مقداد؟ ما سمعنا أولا بتسميم السيد رئيس الجمهورية في الخبز مش من حقنا كانت وانسة مش من مصلحة مش سلامة رئيس الجمهورية تهمنا حاجتين سي مقداد نعم. يا إما الأخبار وقت حبوا يغمونا بها وإلا وين وين مآل القضايا هذه؟ نعم هو فرصة لنشكر قيس سعيد نشكره مشكور قيس سعيد لأنه كان بالإمكان نعم. أن تجتمع كل هذه الأوهام وكل هذه السقطات وكل هذه النكسات وكل هذه الجرائم من اختطاف وترويع وكل المخالفات وكل ما حيق بتونس في 6 شهور كان نجم يكون يعبي فضاء بتاع 20 سنة ديكتاتورية والله مانيش باش نقارن طبعا خاطر لهنا السياقات تختلف نعم. والمراكمه عندها قيمه ولا يمكن ان تستدعي الذاكره ان نقارنوه بالطاغيه بن علي في التقتير والمجزره والسلخ وكذا لا نحكي على السياق حتى وان كان يا سي مقداد نعم احنا رانا نعتمدوش لا فقط نعم. نعتمد التقارير الدوليه الاخيره قلنا افتتاحيه الواشنطن بوست تقول ان السعيد لا يستمع وراه ماشي في اتجاه التضييق اكثر على التونسيين نعم نعم وهذا تقرير كذلك الكرايسيس جروب نعم نعم هذه منظمة دولية نعم. نتمنى نعم. أن نصل إلى تلك الوضعية نعم. لكن هذه التقارير شوف الفرق بين الوهم والحقيقة شكرا الحمد لله لأن الزمن كيمياء الزمن وحدها كفيلة لتعري نعم. الوهم ستعلم حين ينجلي الغبار أفرس هذا الذي أمامك أم حمار بارك الله فيك اليوم خويا الوهم والحقيقة قالوا إن الحديد فيه بأس شديد وراه مش موجود لا في تونس ولا في باب الجديد قال لك على خاطر الجماعة يحتكرونه فقالت الحقيقة لأن تجميد الأسعار وعنده علاقة هذا بالسيركوي الدولي كله نعم هو السبب وراء ارتفاع الأسعار وليس الاحتكار وقالوا أن اسمه السميد والدواء الدواء ماهوش موجود مش موجود قالوا الوهم قالوا الدواء مش موجود واتضح بان الدواء لم يؤت به من الخارج لان الدوله فالسه وما عندهاش سيوله ما عندهاش ما عندهاش ما عندهاش دوفيز ما عندهاش دوفيز وقالوا بان هناك حفره وراءها شر عظيم للسفير
نعم. ومشى لها السيد الرئيس واتضحت بأنها مجرد حفرة وتسويت في نهارها وما عندها حتى علاقة بأي شيء كان، وقالوا بأننا نحن شعب كريم، فهمت الله، وعن السيادة الوطنية، فهمت الله، قالوا بأننا نحن لا نستجدي هؤلاء البرة ولا نؤمن بأم سنافة. فقالت الحقيقة إن مدام بودن تستجدي تستجدي تستجدي، فرأينا المهانة ورأينا امرأة وزيرة وزيرة لا تتشرف بأن تضع يدها على على المصحف، كي تحط يدها مثل لا تتشرف بأن تغطي رأسها حياء من الرحمن فقط واحتراما فقط عندما تجلس ذليلة منكسة أمام بو كشتة، بو سفير دولة أجنبية، سفير دولة أجنبية باحترام تلبس نعم يعني تمشي نعم تقابل نعم سفير دولة أجنبية في تونس نعم تلبس الفولارة نعم أما إنها المصحف لا، أما بو كشتة خط الكشتة هي تشرفنا، أما الكشتة متاع الجرائم متاع الخشقجي نعم هذيك نجلس أمامها ونحني ونعطي للذل كارو من أجل دولارو. الخبر من أجل دولارو الأخير دولارو من أجل دولارو. الخبر الأخير سامي عمر الطاهر مش سامي الطاهر نعم. سامي الطاهر يقول الاتحاد راهو شهد الصحيح لن يسمح برفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، لكن كل يوم كل جمعة تقريبا هاو نزيدوا في المحروقات. إيه شنو هذا؟ رحم الله الباجي قائد السبسي الذي دخل عليه رجل دخل عليه رجل صديق فلقى بحذاها رئيس اتحاد قديم اتحاد رئيس اتحاد مشاه الله يرحمه مشاه يرحمه، فقال له هني كنت نعطي فيه في استاكا، قال له هاي الملفات الموجودة فلبد الاتحاد ولا تكرمن رديء الأصل تظلمه واغلظ عليه يأتيك طوعا وأذعانا، إن الحديد لتزيل النار قوته ولو سكبت عليه ماء البحر ما لنا. الاتحاد يفهم قيس، خطري قيس عنده ملفاته، أما ما تفهموش الحكومات المرتبكة، الحكومات اللي في بالها تحب تعمل حكم جديد مبني على الأخلاق على الأخلاق وعلى التشارك مع الثعبان، صنعت منه ماكينة حقيقية نعم نعم. لكن تو الماكينة معطلة، لا الماكينة ثم البراريم طايحة، الملفات موجودة 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 الملفات، تهنى قيس سعيد نقول له صح عليك.